إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران. والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقان. المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة والضيوف الكرام وقيادات هيئة شؤون الأنصار، الحضور الكريم رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخوة الإسلام، نشكر لهيئة شؤون الأنصار دعوتها لنا، ونحن لنا علاقة خاصة ومتميزة مع هيئة شؤون الأنصار ومع حزب الأمة خاصة، ونحن يعجبنا مظهر الأنصار ومظهر القوة والفتوة التي هي من مظاهر الإسلام، ولنا علاقة متميزة على مر التاريخ بالأنصار، حيث كانوا يتعاونون معنا دائما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبيننا وبينهم التناصح والتعاون والتعاطف. لكن أذكر السيد الإمام الصادق والجمع المبارك أننا لا نثير قضايا قد تكون من باب الحريات. هنالك قضية النقاب، هذه قضية حرية، أن تغطي امرأة وجهها هذه حرية، أن يحيي الإنسان هذه حرية، ولكن لا يفرض رأيه على الآخرين. نحن نشكر لهذا الجمع المبارك، ونشكر للسيد الإمام دعوته لنا وهيئة شؤون الأنصار، ونحن نعتز بصداقتنا وعلاقتنا بالسيد الإمام، يزورنا كلما دعوناه، ما دعوة إلا زارنا فيها أو أوفد لنا من يمثله. نحن عريصون على هذه العلاقة وعلى العلاقة مع كل المسلمين في السودان وفي غيره ومع غير المسلمين في بلدنا هذا. أشكر لكم هذه الفرصة الطيبة المباركة، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الشكر أجزله للشيخ إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، بارك الله فيه. الحضور الكرام، أيها الأحباب، يقيم حزب الأمة القومي ندوة كبرى يوم بعد غد الاثنين 5 من هذا الشهر